ارحب بكم جميعا فاتن الترحيب بدكتور رسيف فواز، بشيخ حسن حبحاب، بشاعر ايبا اسماعيل وبقيه الاخوان. هو واحد من بين العشرات من الشعراء المنسيين في جبل عامر. لمن لا يعرف، جبل عامر هي المنطقة الواقعة جنوبي نهر الأولي في لبنان، هي المنطقة التي عبر التاريخ قاومت وانتصرت، هي المنطقة التي هزمت إسرائيل في الآونة الأخيرة، هي المنطقة الوحيدة عمليا التي انتصرت في الآونة الأخيرة. على الرغم من التضحيات الجسام التي قدمها العامليون عبر التاريخ في مواجهة الغزاة والطغاة ولا يزالون، وعلى الرغم من المشاركة الفاعلة للعامليين في صناعة الأزمنة الحديثة كما في إغناء الساحة الأدبية العربية، إلا أن إهمالاً مستغرباً همش أدباءهم وبالأخص الشعراء منهم، ومن بينهم إبراهيم شرارة وموسى الزين شرارة وعبد الحسين عبد الله والسيد نجيب فضل الله وغيرهم كثير. في هذه الأمسية ستقرأ زميلتنا حنان شرارة قصيدة جنوبي على الخريطة للشاعر إبراهيم شرارة. وإبراهيم شرارة هو من مواليد بنت جبيل سنة 1922، لم يعمر أكثر من 60 سنة، له ديوان يتيم مطبوع حمل عنوان في قرانا، معظم قصائده كتبها عن مدينته بنت جبيل وشجرها وناسها مع حنان شرارة والشاعر إبراهيم شرارة. مساء الخير. لن أضيف شيئا عما قاله الدكتور علي، فقط أريد أن أنوه بأن هذه القصيدة نالت الجائزة الأولى في الثانوية العاملية وكأس محافظة بيروت وإحدى الجوائز العشر في مباريات التصفية في اليونسكو، وكذلك جائزة سعيد عقل عن عام 1974. جنوبي على الخريطة، هناك في زاوية منسية على الخارطة فتشت عن نفسي وعن داري وعن قضيتي، عن أحرف يكتبها العار على هويتي، عن أي معنى صادق ينبئ عن شخصيتي سطى عليها اللص من بين خطوط الخارطة. في آخر الدنيا وفي أضيق من مضيق فتشت عن بيت بلا طريق، عن منزل مهدم يسكنه غريق، عن قصة تغفو على الغيم ولا تفيق، فلم أجد إلا بقايا من رماد وحريق. فتشت عن قطرة ماء، عن جرعة من نبعة الحياة، عن كسرة بللها اللهاث والعياء، فلم أجد إلا الضحايا والدماء. فتشت عن أطفالي الصغار، عن طلل ينبئ عن ديار، عن شمعة مطفأة خلفها النهار، فلم أجد إلا المغول والتتار. جميعهم ماتوا ولم يبقى هنا إلا المغول والتتار. إن تنكروني فأنا أضاعني
الجميل، وتسألون من أنا، وتسألون من أنا، وهل أنا من عاملي من قلعة الزنود والمعاول، من بلد الحقول والسنابل، من عامل أنا، من عامل أنا هنا من ألف ألف جيل، فإن يكن أبقى على أطفالي التتار والمغول، فألف هلاك على بابي وألف ألف غول، لكنني سيستفيق في دمي الإعصار والسيول، وتجرف الليل وأهل الليل عن أرضي وكل مستحيل. ومن أنا؟ وتسأل من أنا؟ من أمه؟ ومن أبوه؟ أنا الإله الأصغر الحي الذي أنكرتموه، أنا الذي لا يملك القوت وقد جوعتموه، والعامل المحروم والمزارع الذي قتلتموه، وكل ما في جيب من بللهم عرقهم نهبتموه. علني إذا فتشت عن ذاتي وعن قضيتي، ألمح ذاتي وأرى شعبي على خريطتي. لولا بقايا صور وأحرف وخاتم، حسبتني أي امرئ من بلد الأعاجم. لولا فحيح الدم في العرقوب أو في عيترون، حسبتني أجهل ماذا كان لي أو من أكون. أتلج في ليل بلا نهار، أبحر في موج بلا قرار، لا مرفع يؤوي ولا شطآن، وحط بي الضياع في جزيرة الدخان. حسبته نار الكرة، حسبته نار الكرة، لكنه البركان. فجره الأعداء في حولة وفي ميس وخيزران، وفي مقاه ها هنا في بلد النسيان، وقيل لي لبنان. والتمعت بعض حروف ذيلت هويتي، تسألني هل أنا من لبنان، من عامل من بلد البارود والدخان. وفتشوا خريطة الأوطان في مخبئ الزمان والمكان، فإن جهلتم فأنا من بقعة يسكنها إنسان، من كوريا، من أرض أوغندا، ومن لبنان، من قلعة الجولان، من أي أرض حرة يسكنها إنسان، من أي أرض حرة يسكنها إنسان. والسلام عليكم.